يسعد صباحكم من الشام ومن وين ما كنتوا عم تشوفونا عبر شاشة سما الفضائية. 29 أيلول اليوم العالمي للقهوة، وهي رفيقة صباحات لكتار مننا ومرادفة للمزاج الرايق، لهيك نذكرك بكتير من الأغاني وحتى الشعر. يسعد صباحك يا رنا. يسعد صباحك يا نور، وصباح الخير لكل مشاهدينا، لكل اللي انضموا لنا مع بداية هالنهار. صوت المذاق وصوت الرائحة، القهوة تأمل وتغلغل في النفس وفي الذكريات. بهالكلمات بيوصف الشاعر الراحل محمود درويش القهوة. جهزوا قهوتكم، خليكم معنا. بكل نهار الشيف حسن مرافقنا يوميا ليقدم لنا الاطباق الشهيه. يسعد صباحك يا شيف. يسعد صباحك. صباح الخير شيف. يسعد صباحكم يا رب يخليني اياكم. شو محضر لنا اليوم؟ اليوم سامين فطاير بحشوتين، واحدة باللحمه وواحده بالسبانخ مع الجبنه، بس ما راح نستخدم الفرن، حنستساويها بالمقلاية او بالطنجره. اه تمام، فطاير بس بالمقلاية مو بالفرن. سلم ايدك يا شيف، اكيد رح ننضم لك لنعرف المقادير والطريقه. شكرا كثير لك شيف. يعني مثل ما شفنا مشاهدينا، حلقتنا اليوم حيكون فيها كثير خبريات ومعلومات خاصه بالقهوه من عده نواحي، بس يمكن مو بس القهوه اللي بنعرفها ومتعودين عليها، وانما كمان اغرب انواع القهوه اللي رح نتعرف عليهم بهالتقرير. وهلا رح ننضم للشيف لحتى ناخذ منه الطريقه والمقادير. تفضل يا شيف. شكرا لكم، يسعد صباحكم عن جديد. اليوم حنساوي فطاير بحشوتين، واحده باللحمه واحده بالسبانخ مع الجبنه، وحنشوف المقادير، بس حنطبخها اليوم مو بالفرن، حنساويها بالمقلايه او بالطنجره. هلا بنشوف شلون طبعا الطريقه. اول شيء عندنا كاستين ونص طحين، عندنا 3/4 الكاسه مي، نص معلقه ملح، ممكن نستخدم بدل المي حليب، وعنا نص كاسة زيت زيتون. هي بالنسبة للعجينة. بالنسبة للحشوة الأولى، عنا حوالي وقية لحمة، عنا بندورة مقطعة أو بندورة ونص مقطعة، عنا بصل مقطعة ناعم، عنا 7 بهارات، عنا بابريكا، عنا توم، وعنا ملح طبعا، وعنا بقدونس، وحنقليهم بشوية زيت نباتي. وبالنسبة للحشوة الثانية، عنا سبانخ، عنا جبنة موتزاريلا، وعندنا جبنه شلل، ممكن نستخدم بدالها فيتا او اي جبنه ثانيه متواجده. وطبعا اذا بدنا ننكه شوي السبانخ، ممكن نحط لها شويه بودره بصل او جوزه الطيب. حنبلش اول شيء مشان نحن ناخذ وقت. اول شيء حنبلش اول شيء نقلي اللحمه. نحط اللحمه على النار. بهالشكل هذا. هلا بينما تنقلى اللحمه، حنبلش بمساواه العجينه. هلا اول شيء عندنا هاي العجينه ما بدها خميره، عندنا تقريبا نص معلقه ملح، حنستخدم شويه حليب بس لتعطيها نكهه ونعومه، والباقي حنحطه مي، ما رح نحط كل كميه المي، شوي شوي ونضيف الباقي المكونات مع بعض. هلا هي العجينه لازم تكون اول شيء شوي مريئه ومايعه، بنستنى عليها لترتاح حوالي شيء 20 دقيقه. نقلب اللحمه شوي. هلا اللحمة نحن هون جايبينها ناعمة، شوي بدنا عشان تاخذ تتشابك مع كل المكونات الثانية مع بعضها. نقليها أكثر، نحطها
بالنسبة كمان للمكون الثاني للحشوة الثانية حنحط شوية زيت نباتي. نحركها شوي، حاول الزيت يكون بكامل. هلا حنحط السبانخ اول شيء. السبانخ انا جبت هون حوالي شيء 4 جرس سبانخ، حنساويهم. هلا السبانخ لحالها بتدوب وبتنزل على الحراره. هلا اللحمه تقريبا شبه جاهزه، حنضيف عليها باقي المكونات. حنضيف هلا اول شيء البصله، حطينا البصلة، بدنا نحط بعدين الثوم. هلا الثوم حوالي شي 3 سنان او سنين ثوم، على هو رغبة ست البيت طبعا قديش بدها تحط ثوم. هلا نحن بدنا اياه هون شوي يذبلوا اكثر، لانه نحن بدنا اياه هون بوسط الحشوة يكونوا مستويين، لانه في ناس مثلا ما بيحبوا البصلة تكون عم تقرش او فيها او تكون نية شوي. نحن هي بالاساس حتستوي، طالما انه حنحط البندورة شوي معها حتستوي. حنشوفها شلون حنساويها. هلا حنبلش نحط البهارات، عندنا 7 بهارات. وعندنا بابريكا. وعندنا رشة الملح. بس نقلبهم لناخذ النكهة كلياتها. هلا هو نقلى الثوم والبصل واللحمة مع بعض. هلا حنحط البندورة. أنا حاحاول ما آخذ مية البندورة، إنه هي كمان هلا بتنزل مية البندورة. وآخر شيء منضيف البقدونس. نتركهم شوي على النار، هذه بدهم شيء 10 دقائق تقريباً. نتركهم ليبردوا قبل الحشي طبعا، بس نحن بس نضيف صفيان عليها بس البقدونس. هلا بنحرك شوي السبانخ. هلا بنرجع على العجينه نخلطها. ده كمان شوي، هلا مثل ما قلت حنستخدم شوية حليب، هي طبعا تابعة لنوع الطحين اللي عم نستخدمه. هلا بنضطر نستخدم ايدي عشان تنعجن كلياتها مع بعضها. هلا بعد ما ينحط الطحين، تاخذ الطحين كلياته، تستهلك تغب الطحين العجينه تاخذها كلياتها، السوائل ياخذها. نضيف لها الزيت ونرد نعجنها. بس خليني نكمل الحشوه ونشوف شو صار فيها. هلا نبلش نوطي النار عليها شوي. وبالنسبة للسبانخ حاضيف انا، مثل ما قلت لكم في عنا تبهيرة ممكن نحن نختار طبعا رغبة ست البيت. عنا شوية بصلة، بصل بودرة، وعنا رشة جوز تطيب. هلا بالاخير حنضيف نحن الجبنة، بنكون طفينا النار عليها وبنشوفها. هلا نحن بس بالاخير عنا بس بدنا نضيف الزيت الزيتون على عجينة ونخلطها ونريحها مثل ما قلنا حوالي تقريبا شي 20 دقيقة، وبنرجع بنمدها وبنفردها وبنشوف شو رح نساوي كمان الطبخة بعد ما نرجع لعند رنا ونور ونكمل باقي الفقرات. شكرا كثير لك شيف، رح نرجع اكيد بعد شوي. شكرا كثير لك يا شيف.
ركوة القهوة النحاسية مو بس رمز للضيافة، وإنما كمان هي تراث حافظت عليه أيادي محترفة ورثت هالمهنة العريقة بدمشق أبا عن جد، لتربطنا بنكهة الأصالة. لمعانها وبريقها ملفت للأنظار، مصنوعة من النحاس وبيكتمل تصميمها يدوياً بزخارف ونقوش مميزة بلمسة الحرفي يلي ورث هالمهنة من الأجداد. بلشت ب13 سنة، 14 سنة، 15 سنة روح مع والدي على شغلي. كانت الحرفة كلها يدوية، ما في شيء مكانات ينشغل فيها. تعلمناها، عشقناها هالمصلحة، تمت بدمنا، صارت هلأ مكانات، لكن نحن منحط اللمسة الشرقية على القطعة، ما منحسن نستغنى عنها، وإلا نحن منوقف. في شغل اليابان، في شغل الصين، في شغل كوريا، في شغل يعني بلاد برا، بس ما بيرغبوا، لأنه القطعة مثل المليون قطعة. هون عنا مستحيل القطعة إلا ما يوضع اللي عم ينقش أو اللي عم يصنع يحط يعني حرفة فيها القطعة على المكنة، بدنا نضيف عليها إن كان الدق اليدوي، إن كان النقش اليدوي. هذا ما النقش يعني ما بينقش على كل الشغلات إنه مكبس أو هي، إلا ما ندخل الطرق اليدوية. عبر التاريخ ارتبطت القهوة العربية بكرم الضيافة، وبقيت دلة القهوة لليوم رمز تراثي بتعدد أسمائها وحكاياتها وحفاظها على الطعم الماضي. هلأ احنا عنا دلة اسمها صالحاني، دلة اسمها عراقي، دلة اسمها بغدادي، دلة اسمها حسوي، دلة اسمها القريشي، دلة اسمها المكعب. احنا عنا هون مثلا بسوريا او بالشام او هي بيستعملوا المصب اليميني واليساري. كثير مننا بيحبوا القهوة وبيتفننوا بصنعها وتقديمها ليشربوها، ولكن بعض محبي القهوة بيخلوا منها أو بيجعلوا منها مادة للفن. اليوم رح نتعرف على فن الرسم بالقهوة مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية جوال زودة اللي صارت موجودة معنا بالاستوديو. صباح الخير جوال، أهلا وسهلا فيكي معنا. طبعا نور حترافق جوال لحتى نشوف كيف طريقة الرسم بالقهوة. تمام. يسعد صباحك جوال، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. اليوم حلقتنا كنا هيك مخصصين شوي عن القهوة، وخاصة انه اليوم هو اليوم العالمي للقهوة. عم نشوف قدامنا رسومات، متعودين نشوف رسومات الوان، كانت باستيل ان كان الوان تانية مائية، وخاصة على الوراق اللي انت هلا جايبتينا اياهم، لكن اليوم نحن عم نشوف الرسم بالقهوة. شو خطر لك ترسمي بالقهوة؟ هلا انا غالبا بحب كثير اتنوع بانماط الرسم، بس ولا مره فكرت ارسم بالقهوه. غالبا كثير بحضر على اليوتيوب ومنهم تعلمت رسمات كيف ارسم بالقهوه. هلا اكيد انت رسامه وفنانه، وهي هوايه اكيد موجوده، ممكن الفنان والرسام يرسم باي شيء، ولكن اختياراته بتكون المميزه هي اللي بتميزه اكثر خلال الرسم. خلينا نحكي عن الرسومات الموجوده قدامنا. حنبلش باول رسمه، احكي لنا عنها اكثر. هلا هاي حبيت انه هلا غالبا هاي عباره عن قمر وفي شجر، وطبعا ضوء القمر عاكس على الارض والسماء. هلا دائما بحب انا ارسم بالقهوه، فيك ترسمي بالنسكافيه بلاك او شيء، في كثير طرق، بس انا بحب بالقهوه لانه بيعطي روح او بيعطي شيء خاص. فليكي كيف هون مثلا هيك، هلا احزري ليش بجوز القهوه فيها بن، ممكن نحن بقى نعطيها يعطي ملمس او ملمس ثاني. تمام. هلا اللي هون هاي كمان قمر وشجره، يمكن بالجاي من الخريف مثلا متساقطه الاوراق او شيء، وكمان حواليها سما وقصده غمه او ظلل هيك بطريقه انه مثل في غيوم يعني. فهيك راح نشوف هاي الثانية، هاي حلوة.
هاي تقصدت فيها انه تكون مثل ايد عم تطلب النجدة طالعة من مثل كيف بدي لك تحت الانقاض او شيء، فطالعة وعم تطلب النجدة وفي حبل انه ما ممدد لها تمام. بس هون مثل مقطوش شوي، بس لانه شوي من فترة راحت يعني ما مبينة كثير مقطع الحبل هاي. كمان حسيت انه اذا كانت الورقة او الكرتون الكانسون اذا نرسم عليه فهو رح يعطي ثباتية اكثر طبعاً للقهوة. الباقي الورق بيطعجوا او ما بيعطي، لانه ممكن تشتش، فالكرتون الكانسون هو مهيئ لانه يكون فيه الالوان المائية. هاي اول رسمة رسمتها أوكي. هاي اول رسمة رسمتها ومن هون بلشت يعني انه قلتي زبطت معنا القهوة. تمام معناتها جوال كنتي قاعدة عم تشربي فنجان القهوة، خلينا البقايا القهوة والطحال بلشتي فيهم. طيب هلا رح نشوف نكمل انا وياكي نحكي عن باقي الرسمات، بس خلينا نبلش نفرجي المشاهدين احنا كيف بنجهز، شو بنعمل، شو بنساوي، شو التحضيرات لازم نكون فيها لحتى نحن نرسم. هلا اول شيء اكيد بدنا رياش باحجام مختلفه. هلا هاي للتفاصيل الدقيقه مثلا أوكي. وهاي للخلفيه ممكن تكون او هاي بدنا غالبا بدنا قهوه. هلا انا بحب احط قهوه كميه قليله بعدين اكثر بعدين اكثر شيء، وحط لهم مي شوي. طيب رح فرجيكم كيف. هلا غالبا اذا في شيء مثلا هاي للخلفيه مشان تكون فاتحه مشان نظلل. في عندك هون بنضيف شوي لحتى تصير حنرسم على هي. ايه رح ارسم رسمة سريعة مشان الوقت، وبس لارجيكم كيف بنرسم. واول شيء بنبلش بالدرجة الفاتحة، بعدين كيف بنغمق لنعطي ظل. اوكي. وهاي اخر شيء اللي هي اغمق شيء. تمام. جهزنا من الافتح أوكي. للاغمق. تمام. وقت اللي زدنا مي على القهوة. وقت زدنا المي على القهوة كمان يعني هون بنزيد كتير مشان نفتح. اوكي. تمام تطلع فاتحة كتير. وهون بنخفف شوي مي واخر شيء بنخفف كتير مشان تعطي الغماقة المطلوبة على مبدأ مثل الرصاص يعني. نبلش بالفاتح وبعدين غامق. رح بلش ارسم. أوكي. تمام. اوكي. هلا انا غالبا بحط لزق مشان تعطي جمالية، لكن مثل كيف هدول الرسمات. انت عم تعملي كنار للرسمه، عم تحدديها تمام عشان تطلع احلى. انا توقعت حزري ليش؟ انه مشان نثبتها على المكان اللي عم نرسم فيه مشان مثلا كمان ما ممكن أو شيء. تمام كمان ممكن، في لها كثير فوائد. هلا هاي غالبا الخلفيه. اوكي. جوال نحن ممكن نستخدم اي فراشي موجودين عندنا ولا لا؟ في فراشي مخصصه لهذا الموضوع؟ هلا بالبدايه فينا نستخدم اي شيء، بس انا بحب الدرجات لانه هلا شوفي كيف بدنا نرسم مثلا التحديدات وهيك ما بتمشي الحال غير بالفراشه الصغيره كثير يعني. أوكي. فاحسن اذا كان في درجات. وإذا فينا إذا بدنا ندمج فنحن بس بنحط مي زيادة. تمام بس لحتى ندمج. هلا نحن بعد ما مدينا على كل الكرتونة صار بقى بدنا نحدد. تمام. هلا أول شيء رح بلش غمق. رح بلش غمق مشان أرسم الأرضية. شو الشيء اللي نحن اليوم رح نرسمه؟ رح ارسم كمان مثل مبدا الطبيعه، فرح ارسم هون ارضيه وشجر مثل كانه تقريبا غابه. فرح ارسم شجر قريب رح يكون اغمق من الورا هون، وهلا رح ارسم الارضيه اكيد رح تكون غامقه. نحن بظن بلشنا هلا بالعشب معه. تمام او بالارضيه فينا نقول. لانه
نقيت رسمة سهلة مشان كمان الواحد إذا هلأ بلش يتعلم رسم بالقوة يختار طريقة سهلة لحتى يحصى عليها بسرعة. هلأ رح نبلش بالفرشاية الصغيرة مشان نرسم الشجر. رح بلشها بالفاتحة. هلأ كمان فيني أنطر لتنشف بالوقت العادي بنطر لتنشف أحسن. تمام. طيب جوال في حال أنه أنا خربطت شوي ما عطيت التكنيك صح هلا في كل الشغله وانا حاكيكي ما في داعي انه انا اشغلك كمان بس لازم شاركك شوي بالتفاصيل خربطت بشي كيف بدي امحي او كيف بدي ازيد انا ممكن بالالوان العاديه او بقلام رصاص او شيء ممكن انا اغير هلا انا شو بعمل ممكن احط مي مثل ما قلت لك فتفتح اللون اكثر ما عاد يبين وممكن كمان بالتظليل يختفي شوي الاغلاط يعني فانا هاي هلا عم ارسم شجر طبعا نحن عم نشتغل باللون الفاتح لحتى نقصه صح بعدين بنبلش نغمق تمام اكيد هلا كمان حتى بالفرشاي الاصغر احسن تطلع اوكي هلا فينا نرسم كثير شجر كل لون نفس الشيء هاي الظلال المبدئيه قديش لازم يكون الواحد تكنيكه قوي شوي وخاصة بالفراشي اللي هي بدها شوي دقة طبعا هلا كل ما غمقنا اكثر كل ما صار الغلط بيبين اكثر يعني فمنحاول ما نبينه ابدا هاي كمان هون شجر هلا على التظليل بيفرق كل شيء ببين ما بنحط لنا شيء بعد ما نخلص نحن الرسم لحتى تثبت او هلا اللون أنا او بحط. ممكن يعني ممكن هلا انا عم اشوف الورقه انا كنت عم امسك لك اياها من على الاطراف يعني ما حطيت ايدي مشان البن ما بقى يهرهر تمام هو فعلا بيهرهر وهلا انا ما بستخدم شيء بصراحه بس بتوقع في يمكن شيء بيستخدموه بس انا ما بستخدم لا وفي عندك هاي الرسمات قديمه كثير ولكن ما هرهروا ولا صار لهم شيء اوكي على فكره هي انا حبيتها كثير مثل ما عم نشوف هلا نحن مشاهدين الصوره بعتذر انا اسفه نكون نزعنا شيء بالرسمه ابدا هلا هي اوكي كيف بدي احملها هيك صح هي؟ ايه صح او فيك على جنب ما بتفرق هلا هي شو هي الرسمه؟ هاي هيك مثل البنت بس انا تقصدت هيك اعمل اوكي حواليها المخرج عارفه اكثر مني الصراحه انا عم حاول اني انا اشوفها بس ما بينت معي هلا فينا نضيف قهوة أكثر، كل ما ضفنا قهوة أكثر بصير أغمق. ففينا نضيف من البن. هلا هي حلوة. هي غريبة نوعاً ما إنه نحن بس أعطينا تفاصيل للوجه. تمام، تقصدت إنه تكون هيك عشوائية، لتكون غريبة أو مميزة. في وجه صبيه ببالك ولا لا لا غالبا انا هيك برسم من وحي ما بقول لك رفقاتك رسمينا بلا جربتي ولا انه لا بترسمي شيء عادي لا برسم انا بس غالبا انا برسم طبيعه اكثر بميل للاكريليك اكثر بالرسم يعني الطبيعه شخصيات محدده تمام مو شخصيات محدده بس احيانا برسم يعني بالاخير الواحد لازم يكون متكامل بكل شيء يتعلم كل شيء يعني يوقف بمكان يضطر انه يكون هو مؤهل يرسم كل شيء وانا دائما بحب التجديد ما بحب اوقف عند شيء معين فمشان هيك بحب شكل هلا غالبا لازم يكون في قهوه زياده مشان تطلع اغمق مشان نغمق هلا نحن رسمنا الشجر اسسنا وبلشنا هلا نغمق لحتى تظهر امامنا واضحه تمام هلأ اكيد القريب لازم يكون كثير غامق اغمق اوكي بس رح احاول غمق قد ما بقدر حبيت الفكره ها جويل
بدي اجرب بلش هلا اعلم ابني بالقهوه بالاول شيء قبل ما نجيب بقى. ممكن كمان الاهالي يعلموا اولادهم بالقهوه وخاصه بهذا الوقت اللي نحن هلا عم نمر فيه في كثير غلا. صح. فممكن هاي الادوات موجوده ممكن نعلمه انه نحن ليش ما بنرسم بالقهوه من بلش لحتى انت تتعلم التكنيك صح، وخاصه الاطفال اللي هن عندهم هوايه الرسم والتلوين. صح، وخاصه انه الرسم بالقهوه هلا طبعا انا بفضل يتعلم برصاص اول، لانه اللي بيرسم برصاص برايي بيرسم بكل شيء. فمشان هيك يتعلم برصاص اول شيء بعدين يحول على القهوه. جوايل انا وياكي رح نكمل باقي رسمتنا. تمام. بس رح ننتقل لعند رنا ونرجع نشوف رسمتنا بشكلها النهائي. تفضلي رنا. شكرا كثير لكم عن جد جوايل، يعطيكي الف عافيه، لانه يمكن عن جد الماده اللي عم تشتغلي فيها هي مانا ماده سهله، ومثل ما قلنا يمكن حتى تصليحها ممكن يكون شوي صعب اذا صار اي غلط. على كل احوال رح نحكي اكيد عن الفن اللي ما بيعرف حدود، وكل موهوب بيحمل هالشغف بيحتاج الدعم بأول الطريق. هذا كان هدف المعرض الفني بمحافظه الحسكه اللي رح نعرف تفاصيل اكثر عنه بهالتقرير. تسعة فنانين شباب من الحسكة قدموا باقة متنوعة من الأعمال الفنية الشبابية بمعرض الفن التشكيلي في صالة المعارض بالمركز الثقافي بالمدينة. هذا المعرض هو بالتعاون مع مجموعة من طلاب الجامعة أطلقوا على نفسها أو على هذه المجموعة، أطلق اسم نحن الأمل. ونحن كمدير ثقافة ومؤسسة ثقافية قمنا برعاية هذه المجموعة وقدمنا لهم المعرض والرعاية وإشراف بعض المختصين الذين أشرفوا على هذا المعرض. كثير من شبابنا يمتلكوا مواهب ومواهب وقدرات فنية يعني على الابتكار والإبداع، ولكن هم بشكل عام بحاجة إلى رعاية. جسدت هذه الأعمال حالات إنسانية مختلفة، إضافة إلى بعض تشكيلات الخط العربي وغيرها من الفنون. برسم رصاص وزيتي وزخرفة، بحب هيك الشغلات المنمنمات، إنه كمان بنحت أقلام رصاص. أي شب موهوب، أي صبية موهوبة كمان تحاول تنور المجتمع بهالمواهب الموجودة، يعني ما يتقاعسوا في عالم إنه تحس تخجل إنه تكمل بموهبته. لا، أنا يعني أفضل إنه أشجع أي حدا عنده موهبة يكمل ويخدم يعني شوي مجتمعنا يرتقي بالفن. الواقعية هي المدرسة اللي تتأسس عليها باقي المدارس الأخرى، فينا نبني عليها ونأسس، وفينا إنه فيما بعد إنه ننحدر لمدارس أخرى. أنا اخترت إنه يكون مجالي خيالي دمج مع واقعي، يعني يكون فيه غموض، وبرسم فحم كمان شخصيات وروتري تقريبا شبيهة. برسم بالفحم والأقلام الرصاص أعمال فنية يدوية. ساعدني هذا المعرض على اكتشاف بعض الشغلات الخبرة، يعني علمتني بعض الخبرة كألوان الزيتية والمائية. أتاح المعرض فرصة للشباب الموهوبين لتقديم أنفسهم لجمهور المحافظة في مبادرة تدعم الموهبة في بداية طريقها. يسعد صباحكم عن جديد. مثل ما كنا عم نشوف من شوي اكيد كيف بيكون الرسم بالقهوه، اكيد على يمكن هيك بطريقه جديده وبطريقه مبتكره، وشفنا اكيد معك نور ومع الضيفه كيف عم تكون الطريقه، ولكن كان في رسمه عم تعملها ضيفتنا جوير رح نشوف رح نشوفها بشكل نهائي، ولكن نعرف اكيد انه لسه ما نشفت ما 100% رسمه، بس احنا عم نعطي الفكره ولسه اكيد بدها تظليل اكثر. طبعا تمام. هذا الرسم المبدئي حاولت باسرع ما فيني ارسمه،
وهاي ان شاء الله يكون هيك كانه غابه او شيء. تمام. في شجر بعيده حاولت تكون فاتحه، والشجر القريبه طبعا لسه بدها تغميق مشان تبين اكثر، بس هي لازم تكون غامقه اكثر. تمام. ميرسي كثير جوالي، يعطيك الف عافيه. وعن جد يعني دائما الواحد اذا بده يبدا يمكن بيلاقي كثير افكار، بيلاقي كثير طرق لحتى يعمل هي الشغله. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك جوالي. ميرسي لكم، ومبسوطه اني طلعت معكم اليوم. اهلا وسهلا. وسهلا فيكي لليوم. اهلا فيك. من برنامج صباح الخير وشاشه سماء الفضائيه، شاشه كل الناس، بدنا نقول الف مبروك لفريق الاولمبياد العلمي السوري للرياضيات يلي حصد ميداليتين فضيتين وميداليه برونزيه وثلاث شهادات تقدير اكيد بالاولمبياد العلمي والعالمي للرياضيات يلي نظمته روسيا عن بعد، وضم 616 مشارك مثلوا 114 دوله. طبعا وكمان الف مبروك اكيد بدنا نقول للفائزين الثلاثه الاوائل بمسابقه الدكتور فرقد رمضاني لتبسيط العلوم لعام 2020، وهن الباحثين الشباب سامر جورج زياده بالرياضيات، حمود محمد الحمود بالكيمياء، وهمام يوسف ابراهيم بعلم الاحياء. اكيد الف مبروك وانتم فخر لنا وللبلد، وفعلا الاولمبياد العلمي السوري هو حكايه على مساحه الوطن وابنائه المبدعين. يعني لسه مكملين اكيد باكلاتنا مثل ما خبرنا الشيف نور، يعني اليوم عم يعمل اكثر من صنف، عم يعمل يمكن صنفين مختلفين عن بعض، حنشوف كيف صارت الاكله وباي مرحله وصلنا. تفضل يا شيف. تفضل شيف. صبايا يسعد صباحكم عن جديد. نحن مثل ما قلنا عم نسوي فطاير، حنسويهم بنوعين، عم تطبخهم بالمقلاية، عندنا باللحمة وعندنا بالجبنة مع السبانخ. هلا حنجرب أول شيء، أنا جربت كم قطعة، هلا حطيتهم على المقلاية، خلينا نجرب سوا مع بعض. ناخذ قطعة، هي العجينة حتكون مايعة من نوع المريئة شوي، مالها من النوع الجامد. بنرش الطحين على السطح اللي بدنا نشتغل عليه. ما في داعي نستخدم شوبك، أنا حطيت الشوبك احتياط قدام مني، بس ما في داعي نستخدم الشوبك. مجرد بنبدأ بهالشكل هاد هيك، خرجت طحين، نبلش هلا بحشوة الجبنة مع السبانخ، نقلبها بهالشكل، حاول نسكرها، نمدهم شوي بوسط العجينة، بنقطعها يا بالسكين أو بقطعة عجين بهالشكل هاد، ونحطها على المقلاية. المقلاية درجة حرارتها تقريبا وسط، تحت الوسط بشوي صغيرة مشان يستوى العجين. هلا نشوف شلون تبلش تستوى. هلا هيك بلشت تستوى. أنا دهنت المقلاية طبعا بزيت نباتي. هلا هيك تمام. نقلبها بهالشكل هاد. هنسوي وحدة تانية مع بعض ونشوف بالأخير النتيجة. بنمد العجينة قطعت العجين مفيدة جدا وقت بيكون في عنا مثلا بتفكروها انه احيانا بتلزق العجينه او اي شيء، مجرد انه بقطعت العجين بهالشكل هذا بنقيمها وبنحطها هيك. حنحشي هلا بالحشوه الثانيه، نجرب سوا. نحاول نقطعها بهالشكل هذا هلا وبنحطها طبعا بالمقلايه بس لا تفضل قرني. هلا نحن بالنسبه لنا هلا ما حنكمل باقي العجينه، كان بالحشوتين، وبنشوف طريقه التقديم تبعنا بالاخير، وبنرجع مع الصبايا وبنكمل باقي الفقرات. شكرا كثير لك يا شيف، يعطيك لك شهية. يعني كثير مننا يمكن ما بيصحصحوا الصبح بدون القهوه، وحتى ممكن يعانوا من وجع راس خلال النهار اذا ما شربوا يمكن الكميه اللي متعودين عليها يوميا. اكيد رنا، بس المفارقه هي الغريبه انه في اشخاص بالمقابل اول ما يشربوا فنجان قهوه او اي شيء بيحتوي على الكافيين بحسوا بالنعس والخمول، وهذا الشيء بيرجع لاسباب طبيه رح نتعرف عليها بهذا التقرير. قلت لي جاي
مرتبطة بصباحاتنا، ريحتها بترد الروح وبتنعش القلب. انذكرت بأغاني كتيرة وشي بيحبها سادة وسط وعالريحة، القهوة. عادة منسمع كتير إنه إذا بدنا نصحصح ونكمل يومنا بتركيز وطاقة لازم نشرب فنجان من القهوة، بس طلعت القصة مختلفة عند بعض الأشخاص، فشرب كوب بيحتوي على الكافيين بيخليهم يشعروا بالنعس والتعب طيلة اليوم. والسبب؟ الخبراء أكدوا بتقرير علمي إنه ببعض الأوقات لما بنستهلك كميات كبيرة من مادة الكافيين، وهذا الشيء بسبب إصابة الغدة الكظرية بحالة من الكسل وعدم قدرتها على إفراز هرمون بيساعد على النشاط. وطبعاً القصة ما وقفت هون، فببعض الأوقات بيأثر على الأنسولين وبيسبب إبطاء بتحويل السكر لطاقة بالجسم. القهوة من المشروبات المفضلة للكثير من الأشخاص ومتداولة على نطاق واسع كعادة يومية، بس يا ترى أنتم من الأشخاص يلي القهوة بتساعدهم على النشاط ولا بتسبب لهم الكسل والخوف؟ صباحكم خير عن جديد. هلا بنحكي انا وياكي رنا تحت الهواء. في بعض الاشخاص عن جد بيصير عندهم نعس وخمول من الكافيين، وبعض الاشخاص لا بيصحصحوا، لازم يكون فنجان القهوه. ما بنقول فنجان القهوه، بنقول دولة القهوه اللي هي مخصصه تكون كبيره لهدول الاشخاص يلي ممكن يعني لازم بقعده الصبح يشربوا لهم ابو اربع خمس فناجين صحيح قهوة. يعني بيحاولوا يمكن هدول الاشخاص انه هن يقللوا من هاي الكميه، ولكن الموضوع اكيد بيكون صعب كثير على هدول الاشخاص. لهيك اليوم نحن رح نستقبل اكيد معنا بالاستوديو الطبيب لحتى نحكي اكثر عن ادمان الكافيين اللي هلا صار معنا بالاستوديو. تفضل دكتور. تفضل دكتور. اكيد هلا رح ناخذ منه التفاصيل بشكل. اهلا وسهلا فيك كامل. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. طبعا دكتور، يعني ادمان الكافيين هو احد يمكن انواع الادمان الشائعه، وفي اشخاص بيدمنوا على القهوه، في غيرهم يمكن بيدمنوا على الشاي او حتى بعض المأكولات والمشروبات الاخرى اللي بيكون في بقلبها كافيين. طبعا رنا، امتى بيكون لهذا الادمان منشأ نفسي وامتى بيشكل خطر على صحتنا النفسيه؟ كل هالتفاصيل واكثر رح نعرفها مع ضيفنا الدكتور احمد تاجي الاختصاصي بالامراض النفسيه. يسعد صباحك عن جديد دكتور. اهلا وسهلا كيفكم. اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني في كثير اشخاص ما بيقدروا يفيقوا الصبح بدون ما يشربوا مثل ما قالت نور يمكن دوله قهوه كامله، متعودين. انت منه دكتور. طيب هذا خلينا نقول الشعور اللي بيحسسنا اياه جسمنا، يعني نحن هل هي عاده ولا هو فعلا ممكن يكون الجسم ادمن هذا الشعور او هي الماده لحتى هو فعلا الواحد اول ما بيفيق دغري اول شغله بفكر فيها انه انا رح احط الدوله على النار؟ اوكي، هلا فكره الادمان بشكل عام، يعني اهم شيء نعرف شو فكره الادمان حتى نقدر نوصل للموضوع بشكل صحيح. تمام. يعني هو الادمان، نحن ما بنحكي على الادمان عند شخص معين الا لما بيظهر عليه اعراض، نوعين من الاعراض، اعراض انسمام، يعني اذا اخذ كميه كبيره بتلاقي ظهر عنده بعض الاعراض، واذا توقف عن الكافيين هيدي هل هو بعد ما وقف بطل ياخذ النوب يصير عنده اعراض ولا لا؟ اذا ما صار اعراض فهو ما له بحاله ادمان. بس بشكل عام اكثر الاشخاص اللي بياخذوا الكافيين هن بحاله ادمان. الخطوره بالادمان الحقيقه اول شيء الاعراض الجسديه طبعا الكثير اللي بتساويها، بنعرف نحن الكافيين بتساوي كثير مشاكل عضويه، طبعا مشاكل قلبيه، لهشاشه عظام، لا كثير مشاكل. الشغله الثانيه الخطيره دائما بموضوع الادمان باي مواد حتى غير الكافيين او الكافيين، هو دائما الحاجه لزياده مقدار الجرعه، يعني هو عم بيوصل لتاثير معين عنده بمخه، سعاده معينه او شعور معين. هذا الشعور، هذا الشعور تمام، هذا الشعور بعد فتره الجسم بيتعود على الكميه اللي عم تدخل، فهو بسموه التحمل التوليرنس، دائما بحاجه ليزيد مقدار الجرعه حتى يوصل لتاثير السمي هذا اللي هو بده اياه، التاثير اللي هو عنده اياه. الكافيين الحقيقه لها اعراض انسمام ولا اعراض، يعني هي من المواد المدمنه، يعني بالكتب عنا داخله ضمن المواد المدمنه مثل الهيروين والحشيش و الى اخره. يعني هي ماده مدمنه لانه بتساوي مثل ما قلنا اعراض انسمام واعراض امتناع. نحن وقت نوقف الكافيين واللي بياخذوا كميات كبيره حيشوفوا انه هن حيبطلوا مثلا، حيصير عندهم تعب شديد، صداع شديد، بيناموا كثير، بيبدا عندهم صعوبه بالتركيز، بيبدا عندهم اعراض غريبه بتشبه اعراض الانفلونزا، كأنه مرشح. يبدا عنده مشاكل بالمفاصل، آلام بالعضلات كلياتها، تصلب بالعضلات بصير عنده، فهذا بدل انه الكافيين هو عم بيساوي لنا اعراض انسحابيه لما بنوقفه. حتى اذا اخذنا جرعات كبيره بنحس انه عندنا مشاكل كبيره، بيبلش يصير عندنا مشاكل بالمعده بالامعاء، بنبلش نحس بتعب فيهم،
بيبدا يصير عنا اعراض استساره وعصبيه، بيبدا ارق، ما بيقعد بينام منيح، تململ. ففي كثير اعراض بتظهر الحقيقه اذا اخذنا جرعه كبيره من الكافيين او وقفنا الكافيين. فلذلك هن حطوها كمواد مدمنه، والا ما يخافوا الناس، نحن ما كنا اعتبرناها مدمنه لو كان نتركها بكل بساطه. صح تماما دكتور. طيب هل هي لها منشا نفسي؟ ممكن لها تاثير نفسي، دلالات نفسيه؟ يعني فعلا هذا الشخص بعد ما بتصير هي الاعراض او العلامات اللي حضرتك ذكرتها ممكن يصير عنده شيء نفسي اذا حاولنا نخفف له اياها؟ سؤال كثير حلو. هلا كل المواد المدمنه الحقيقه لها نوعين من الادمان، الادمان الفيزيولوجي والنفس. يعني نحن قديش موجود داخل الجسم من هالمادة هي. هذا الموضوع أسبوع زمان مع استعمال مثلا إذا شرب مية كتير، إذا خففه بالتدريج وبلش يغير سلوكيات حياته ممكن يمرق منه خلال أسبوع أسبوعين خلاص طلعت من جسمه. بس وين المشكلة؟ هي المشكلة النفسي. بالإدمان النفسي. يعني معلش عشان الناس ما يخافوا، أنا مثلا كنت أخسر امتحانات أحيانا إذا ما شربت النسكافيه. ما أروح على الجامعة لأشرب نسكافيه لأنه كان عندي شعور دائم، وهذا شعور غير حقيقي، شعور كاذب انه انا ما حقدر اسوي شيء اذا ما شربت النسكافيه الصبح. مضايق مرايق. هذا هو الادمان الثاني اللي هو الادمان النفسي اللي بيطول كثير، بحاجه للسنه واحيانا لخمس سنين حتى نخلص من الشعور هذا اللي نحن او الفكره اللي ملازمتنا انه يعني دائما في فكره عم بتادي للسلوك. هيدي الفكره انه انا ما بدي سعيد ومالي مبسوط وما بقدر نام وما عندي نشاط ومدري شو ومدري شو الا اذا اخذت كافيين. هيدي فكره بالنهايه ما لها حقيقه، هي سلوكيات تعود عليها دماغنا، صار يعطينا دائما اوامر انه انا ما بحس بالسعاده الا مثلا انا مثلا هلا ممكن اكون ما بحس بالسعاده لاشوفكم بالسماء هون. شكرا. هو ادمان فيزيولوجي؟ لا، هو ادمان الحقيقه نفسي. نفسي هو نوع من الافكار اللي عم تعطيني اياها الدماغ بسبب مع الوقت ببلش يتراكم الشيء هذا. صحيح. نحن كمان دكتور يعني مثل ما قلنا بلشنا فقرتنا بالحديث عن يمكن ادمان الكافيين من الناحيه النفسيه، ولكن رح ننتقل هلا لنعرف تاثير الافراط بالكافيين او المنبهات عموما على الصحه الجسديه وتحديدا الجهاز العصبي. وصار معنا عبر الهاتف الدكتور هشام قرعاني اختصاصي عصبيه داخليه. يسعد صباحك دكتور. يا هلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم جميعا وجميع المشاهدين. حكينا مع الدكتور احمد التاجي الاختصاصي النفسي تاثير ادمان الكافيين على الصحه النفسيه اذا فينا نقول، ولكن خلينا ناخذها من الجانب الاخر باختصاص حضرتك، تاثير افراط المنبهات على الجهاز العصبي، شو اللي ممكن يظهر عليه من علامات او اعراض؟ طيب تمام، رح اول شيء رح احكي عن الكافيين انه هي ماده محرضه للجسم والجهاز العصبي المركزي. موجوده بالعديد من الاطعمه والمشروبات، اهم القهوه والشاي بالنسبه لنا والمشروبات الغازيه، وفي بعض الادويه تحتوي على هذه الماده. هلا الاعراض اللي بتظهر عند هي الماده هي اعراض تنبيه للجهاز العصبي المركزي، اهمها هي الارق، الهياج، ممكن الرجفان، ممكن تصير حتى عندنا اهلاسات، توهمات، عندما يضرب حالات متقدمه بالكميات العاليه جدا قد يصير عندنا خلاجات وتبدل بالحاله العقليه للمريض. اها تمام. الكميه المسموح فيها اذا تسمحي لي هي بالنسبه للبالغين للبالغين يجب ان لا تتجاوز 400 ملي جرام. يعني قديش كفناجين؟ خلينا نوضح اكثر دكتور. يعني في عالم بتقول لك انا بشرب بالنهار 5 فناجين قهوه، او بشرب مثلا شاي مثلا بشرب 4-5 كاسات شاي، وفي عالم تخلط كله مع بعضه، يعني بتشرب قهوه وشاي ويمكن كولا اللي هي كمان نعرف انه فيها كافيين، كل هي الامور، قديش الكميات المسموح فيها من كل هدول مع بعض؟ تمام. هلا بالنسبه للبالغ انا رح اخرب لك الرقم العلمي ما يعد بالكوب. هلا للبالغ لا تتجاوز 400 ملي جرام، المراه الحامل لا تتجاوز 200 ملي جرام، الاطفال والمراهقين لا تتجاوز 100 ملي جرام. هلا حسب محتوى كوب القهوه، حسب نوع القهوه. هلا وسطيا القهوه الامريكيه فيها 280 ملي جرام الفنجان الواحد. كوب الشاي في 250 او فينا نقول من 80 حتى 200 ملي جرام كافيين. بالتالي وسطيا مسموح للقهوه للبالغ من فنجانها 3 فناجين وسطيا. من فنجان لثلاث فناجين وسطيا. وسطيا تقريبا. اما بالنسبه للشاي فيك تقولي حتى 4-5 اكواب يوميا. الكوب المتوسط. تمام، بس قصدي اذا كانوا مخلوطين مع بعض، يعني اذا الواحد شرب قهوه وشرب شاي ما بيقدر ياخذ كل هي الكميه صح؟ لا طبعا، لا طبعا لا، رح تقل الكميه. تماما، وهيك ممكن تاثر على الجهاز العصبي بحال كانت تمت الزياده باخذ الجرعات من الكافيين يلي هي موجوده باشكال متنوعه بحياتنا اليوميه. يعني نتشكرك دكتور على كل المعلومات يلي قدمتها، متشكر اتصالك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. شكرا كثير لك دكتور هشام. يعني مثل ما سمعنا دكتور احمد، يعني الكميات المسموح فيها اكيد عالميا هي معروفه ومحدده نوعا ما. 250 ملي جرام بيحكوا عالميا بالكتب، يعني نوعا ما بعدها بصير انسمام،
بس الحقيقة لا، يعني في بعض الأجسام اللي بتتعود على كميات معينة ممكن إنه إحنا نتجاوزها. بالنهاية ما هو الإدمان الخطير لو ما بيساوي كمان أعراض على الجسم؟ تمام، يعني بيساوي لنا مشاكل كثيرة بكل أجهزة الجسم، فهون المشكلة الكبيرة الحقيقة بالكافيين. والإدمان النفسي هو أنا برأيي الأسوأ. الشعور دائما أنه أنت ما عم تقدري تساوي شيء إلا من خلال أخذ هالفنجان القهوة. نحن عندنا مستقبلات بدماغنا، المستقبلات الدوبامينية اللي لها علاقة بنظام المكافأة، يعني هي اللي بتعطينا مكافأتنا. فهذا النظام عم بيعطينا المكافأة تبع سعادتنا والمكافأة تبع أنه ما ننام والنشاط، من خلال هذا الشيء كلها بتجي من خلال الكافيين. وهذا شعور كاذب. هون المشكلة الكبيرة. لو نحن هذا بنعرف أنه هذا شعور مستمر كنا قلنا له نشربه طول النهار كافيين، ما عندنا مشكلة. بس نحن بنعرف شو الآثار، لذلك نحن بننبه من استعمال الكافيين ولازم نخفضها شوي صغيرة. تمام. طيب دكتور، نعتبرها هي إدمان على العادة، إنه أنا متعودة الصبح أشرب فنجاني. تمام. إذا أجتني ضيفة وما أجتني، ومثلاً يعني بدنا نقول على المغرب كمان في عالم كمان بتحب تشرب فنجان قهوة أو فنجانين، هل هي بس عادة ولا لا هي فعلاً روتين حياة كامل؟ هو روتين حياة كامل وسلوكيات كاملة. يعني بس قلت لك هي مربوطة بالأفكار. يعني مخنا بيعطينا اوامر انه يلا قوم اعمل هلا قهوه ونشرب قاعد بالكافيه، شلون ما بتشرب قهوه؟ ما لها ضابطه يعني انه لازم تشرب قهوه، بينما في بدائل. يعني ممكن تشرب كاسة عصير، عصير بردقان، ممكن تشرب اي شيء ثاني. هذول بنشربهم ما في مشكله، بس في قهوه الشاي الاخضر مثلا ممكن يكون بديل لهالموضوع هذا. ففي بدائل كثيره. فانا برايي انه الاشخاص اللي بدهم يوقفوا الكافيين حيظهر عندهم اعراض مثل ما اتفقنا. هيدي الاعراض شوي غليظه بس ما بتستمر اكثر من اسبوع لاسبوعين، لا يخافوا. هي الاعراض فقط، هيدي موضوع التركيز وموضوع الاكتئاب. يعني انا حسيت في منبهات عم تدخل لجسمي انا، او انا حاسه فعلا انا صار عندي زياده باخذ جرعات الكافيين، كان قهوه او كان اشياء ثانيه، ممكن انا احاول ساعد نفسي اني خفف او اقلل هي الجرعات. فيكي توقفي، بس اهم شيء دائما نحن وقت نعمل شيء نكون مثقفين عنه، نعرف شو الأعراض اللي عم تظهر عنا حتى ما نخاف. وجع راس دائما، تمام، يعني وجع الراس هذا اللي عم يصيبنا، موضوع انه دائما عم ننام وتعبانين، انه دائما مثلا عنا اعراض الانفلونزا اللي حكيت عليها، لا نخاف من هالموضوع. هذه هيدي اعراض حتستمر بس اسبوع او اسبوعين. تمام. بعدين لازم نعمل بقى الشغلات الثانيه، لازم نبلش نمارس الرياضه اللي كثير بتساعدنا على تجاوز الموضوع هذا. وإذا ما كان هلا بيقولوا لي ما في نوادي، لا في نوادي، وإذا ما في نوادي وفي نوادي مجانية، بس إذا ما في ممكن نمشي 45 دقيقة ثلاث مرات بالأسبوع، تكون قبل المغرب بشوي، نغير روتين حياتنا اليومي، نسجله على ورقة، نكتب أنا شو الأشياء اللي بتسعدني كل يوم، شو الأشياء اللي ما بتسعدني، حتى نعملها أكثر. هي السعادة عم تجيني من الكافيين ولا هي موجودة فعليا؟ لأنه نحن أحيانا بنفكر إنه لا، هي موجودة هالسعادة، هي موجودة اللحظات هي ممكن الحلوة، ممكن حتى بدون الكافيين. ممكن دكتور السعادة بتكون وقت نحن مثلا عم نتشارك مثلا فنجان القهوة مع شخص نحن مثلا بنحبه، فنحن بنبدل القهوة مثلا بشيء ثاني. لا بس ايوه تمام، انه الفكرة يا ترى هل السعادة عم تجيني من خلال مشاركتي مع الشخص هذا ولا من خلال الكافيين؟ ولا من خلال الكافيين. هون الفكرة اللي لازم اعطيها لدماغي انا حتى يبلش يغير بطريقة التفكير هاي. صحيح. ومنه بيؤدي لانه يغير السلوك كلياته تبع هالموضوع. تمام. يعني دكتور موضوع الادمان ما هو من المواضيع السهلة كثير. انا هلا بصدد برنامج وطني مكافحة الادمان، وعم نعمل ان شاء الله بلشنا يعني انه نساوي شغلات كبيرة ان شاء الله، حنوصل للمدارس، بلشنا بوزارة التربية، لأنه نحن قدام مشاكل كبيرة مو بس كافيين، نحن الإدمان هو متنوع واسع. والحقيقة كل الأشخاص عم تتوقع أنه سعادتها عم تجي من هالشيء هذا، وفي شخصيات أصلاً عندها قابلية للإدمان أكثر من غيرها، والدليل على هالشيء أنه أخين أحياناً بيشربوا واحد أو أختين بيشرب، وحده بتشرب طول النهار كافيين، وحده ما بتشرب، عندهم نفس الظروف الاجتماعيه، عندهم نفس الضغوط اللي احنا متعرضين لها، لانه دائما بيواجهك الشخص بيقول لك انه انا عندي ضغوط والفنجان القهوه اللي عم يريحني. طيب ما اختك التوأم اللي قاعده معك بنفس البيت ونفس الضغوط ما بتشرب قهوه انت عم تشربي. فدائما بنوصل نحن في عندنا مراحل بالادمان، مرحله التجربه الحفله اللي بجرب فيها فنجان القهوه، بعد منا بيبدا يزود جرعه لانه بيعطيه شعور مثل ما قلنا بالسعاده وكذا. صح. بيبدا يزوده شوي شوي، بعدين بيوصل لمرحله الانكار وهي مرحله خطيره انه لا الكافيين ما بيساوي لي شيء، الكافيين ما هو شيء. المشكله تمام، ما في مشكله، مشكله بالمجتمع، المشكله يعني بالناس. ان شاء الله دكتور اكيد بنحكي، وطالما الموضوع أكيد هو أكيد. فعلا اوسع اكيد بس من موضوع ادمان الكافيين أكيد ان شاء الله بنحكي بحلقات قادمه. شكرا، بالعكس لطرح الموضوع كثير موضوع مهم، عن حتى لك. انواع الادمان الاخرى، واكيد بنسلط الضوء عليها. شكرا كثير لك دكتور احمد. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. أكيد لنحافظ على الصحة النفسية والجسدية، كلمة السر هي الرياضة مثل ما خبرنا الدكتور، والتمارين الصباحية صارت جاهزة.
يسعد صباحكم، معكم الكوتش هينار من الأبتاون سبورت أكاديمي. اليوم جهزت لكم تمارين خاصة بالعضلة الخلفية. كل التمارين رح تكون خاصة لهي المنطقة لأنه كتير منكم طلبوا إنه نمرنهم بالبيت من غير وزن. رح أنزل وبلش دغري أنا تحت. أغلب التمارين حيكونوا لتمرين البريدج، بس أنا رح أعطيكم كمان تمارين تانية. رح نطلع من هون لفوق، من هون رح أفرد رجلي برجع بسكر. 2 3 طبعا ما ننسى نحمي قبل ما نبدأ تمرين. 10 رح سكر وبدل على الرجل الثانية لفوق، بعدين نفتح 1 نعمل سكويز لما بنفتح الرجل. Last one. بريح رح نزل. هلا رح دير وانزل على ظهري لنبدا تمارين البريدج. اول تمرين رح ارفع لفوق بشكل طبيعي مثل ما انا متعودين على التمرين، وبرجع بنزل. 2 3 بنثبت شوي فوق، برجع بنزل. 4 last one بنريح. هلا كمان حنعمل بريدج، بس رح نضل مثبتين فوق. من هون رح افتح رجلي وارجع سكره لحتى نحس بالجوانب. 2 3 4 5 ما ننسى النفس. 1 بنريح وننزل. هلا كمان بريدج، بس هاي المرة رح نطلع لفوق، حنضل ثابتين لفوق. من فوق رح نعمل باوز أعلى شوي، يعني رح أطلع من هون، من هون رح شد لفوق وارجع نزل نزل صغير. 2 3 4 10 ونريح. آخر تمرين، طبعاً أنتوا حتعملوا 15 لـ20 عدة، كل واحد حسب الهدف اللي حابب يوصل له. انا عم بعمل 10 كرمال الوقت. رح انزل لتحت، رح حط ايدي عند جبهتي وثبت راسي تحت، رجلي ضبن لهون and go up. نرجع بننزل. اهم شيء اني ارفع ركبي عن الارض. نعمل سكويز and down. التمارين بتبين معنا سهلة، ولكن بس احنا نبدأ نتمرنه رح نحس فيها كتير منيح. هيك بكون خلصنا تماريننا اليوم. يعطيكم العافية وبشوفكم بالحلقات الجاية. عمل الزوجين بنفس المكان بين آثاره السلبية والإيجابية وكيف ممكن ينعكس على علاقتهم بالبيت، هو واحد يمكن من أكثر المواضيع اللي منشوف فيها جدل وآراء متنوعة. البعض بيشوف أنه هالشي بيقوي العلاقة وبيمنح كل طرف ميزة تقدير ظروف الظرف الآخر أو الطرف الآخر عفوا، من ناحية العمل وتوزيع الوقت بينه وبين الواجبات الثانية بإطار الأسرة. تمام رنا، والبعض الآخر بيعتقد أنه عمل الزوجين بنفس المكان بينقل مشاكل الشغل للبيت وبنفس
بنفس الوقت بينعكس بشكل سلبي على أدائهم الوظيفي نتيجة عدم تقبل الزوج لمبدأ الندية أو حتى المنافسة مع الزوجة بالعمل أو غيرها من المواقف اللي ممكن تصير. صحيح، لهيك نحن اليوم نور بهاشتاج حلقتنا سألناكم بهالبوست على صفحة البرنامج، هل بتحبذ وجود شريك حياتك بنفس مكان عملك؟ ورصدنا أكيد آرائكم بالشارع وكمان على السوشيال ميديا، خلونا نشوفها سوا. شو رأيك بوجود شريك حياتك معك بنفس مكان الشغل؟ لا 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 ما بتزبط. ليه؟ لا لأنه يعني البيت شيء والشغل شيء. يعني تخيلي هلأ أنت جوزك عم تشتغلوا بنفس المكان، ما حلوة؟ هلأ هي حلوة ما حلوة، عرفتي كيف؟ بس إنه لا، إنه يكون واحد منفصل أحسن. إيه إنه الشغل شيء والبيت شيء تاني. مزعج. شريكي؟ ما عندي شريك. ما بتزبط، مستحيل إنه تزبط. يعني انت بدك يعني انا بدي انسى وهي بدها تنسى، حتى انا بصير احسب تصرفاتي يعني 1000%. انا ما عاد فين اذا انا مثلا كنت مثلا بياع لنفرض انا مصلحتي البسه، انا مضطر احيانا صاير لزبوني او لزبون، فانا هذا الشيء رح وقفه. انا بصير احسب حساب مشاعره وعاطفه، بس انا اخر شيء بدي الحق شغلي، فمشان هيك ما بنزبط انا وياه محل واحد. والله صعب كثير. يعني جربتيها مرتي فيها؟ والله ما جربت، انا مدرسه وجوزي موظف بالماليه، بس صعب بتصور صعب. هلا هيك تخيلتي الموضوع لقيتي صعب؟ ايه بتصور صعب ما بيمشي. اكيد الغيرة اول شيء، والتعرفي الست ما بتاخد راحتها، بتصور هيك. هلا وجود شركة حياتي من نفس مكان الشغل يعني شو اسمه، شو بيفسر لك اياها؟ قد يكون في حساسية مثلا اذا صاحب الشغل حكى معه شيء وانا اتضايق، والعكس صحيح، يعني في حساسيات من وراء العلاقة هي، فهو يفضل انه يكون كل حدا مكان شغل. يعني عرفت شلون؟ انا هيك برتقي والله. أنماط الشخصيات بتختلف بين الناس، كل واحد على حسب فطرته أو حتى تربيته، ويوجد نمط من الأشخاص بيتصفوا بأنهم ما بياخذوا الأمور على محمل الجد، وهذا اللي ممكن يسبب لهم ببعض الأوقات مشاكل مع الآخرين. رح نتعرف مع بعض على هذا النوع من الشخصيات والطريقة الصحيحة للتعامل معهم مع ضيفتنا رشا خدام، اختصاصية اجتماعية ونفسية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي رشا. معنا يعني خلينا أول شيء نوضح الفرق بين الشخص اللي بيكون لا مبالي يعني مطلق، او بين الشخص اللي هو يمكن ما بياخذ الامور كثير هيك على محمل الجد او بشكل جدي. تمام. هلا من الشائع انه الشخص اللامبالي هو اجمالا ما بيعطيني اي ردة فعل على الموقف او على الشيء اللي صاير قدامه، لا سلبي ولا ايجابي. يعني فينا نقول مثل عنده حاله من التبلد الانفعالي، ما بيعمل لي اي ردة فعل. هلا الشخص اللي ما بياخذ الامور على محمل الجد هو دائما بيكون ردة فعله سلبيه نوعا ما، سواء باللفظ للاشخاص او موضوع مطروح. انا دائما باخذ الجانب اللي بدي جانب سلبي منه، خلينا نسميه. تمام. فهذا الفرق بيناتهم اجمالا. خلينا نحكي عن صفات هدول الاشخاص او هي الشخصيات، هي شو سلوكياتهم الموجوده ضمن المجتمع او حتى بالمحيط القريب منه الحياتي؟ تمام. هلا فينا نقول انهم احيانا بيكونوا كثير محببين للعالم، يعني هذا النوع من الاشخاص انه انت اللي دائما بتقفل على العالم، دائما بتضحك، دائما بتعمل لنا جو فكاهي، فهو في مجموعه من الاشخاص بتحب هي الانماط. هلا الشيء اللي مزعج ممكن يكون انه دائما انت عم تعطيني النقد السلبي، دائما عم تحاول تقلل من قيمه الشيء اللي انا عم اعمله، ممكن يكون هذا مزعج للاطراف الثانيه او للاشخاص الموجودين بمحيطي. بس اجمالا هم حدا بيحاول يكون اجتماعي كثير، بيحاول يكون يمكن قراب من العالم. طيب وقت يكون الشخص هو هيك ما بياخذ الامور بشكل جدي، واكيد كلنا بحياتنا موجود هذا الشخص، انت امتى بيكون هذا الشيء هو ضمن الحدود الطبيعيه، يعني ما بيكون بيخوف، وامتى ممكن يكون تجاوز الحدود العاديه؟ كثير مهم هذا الشيء بدنا نحكي عنه، انه انا
في عندي شيء اسمه بدي حافظ على التوازن. جوات كل حدا فينا في نظرية بعلم النفس تحليل التعامل بتقول بنية الشخصية الافتراضية اللي قلنا ضروري يكون عندي جانب من الطفولة. يعني أنا ضروري يكون أمزح ونكت وحب علق بطريقة فكاهية، لكن في شيء من التوازن بين الجدية وبين إني أوصل لمرحلة السخرية أو الاستهزاء بهذا الآخر. هون حتصير نقمة لأني أنا تجاوزت حدود الآخرين، قللت من قيمتهم، قللت من احترامه، فهذا الشيء اكيد بيتحول لنقمه لانه تماما. هون لازم ناخذ بعين الاعتبار نعرف كيف نمزح وناخذ المواقف اللي هي طبعاً مثلا بتستحق هذا الشيء، وامتى لازم تكون ناخذها على محمل الجد. سالنا الشارع السوري عن رايه بهذا النوع من الشخصيات وكيف ممكن يتعامل معها. خلونا نشوف شو خبرونا ونرجع نكمل حديثنا مع ضيفتنا. كيف تنزل الاشخاص يلي ما بياخذوا الامور على محمل الجد؟ يعني شيء رائع كتير، معلش يعني يعني انه هلا كتير في هموم بهالحياة، يعني افضل شيء انه الانسان ياخدها شوي مزح مشان يرفع عن حاله، الا اذا بده يتعب عم ياكل هم كل القصص بده يتعب، الا بمواقف معينة يعني. طبعا كتير سطحية. سطحية يعني كتير سطحية انه هيك ماشي هي الدنيا عندها. انت بتعرفي شخصية هيك كل الامور بتاخدها مزح؟ كتير كتير، في يعني حواليك كتير من هالناس انه ضايع الدنيا بشرة بصلة يعني. لا ما المفروض ما يكونوا هيك، بالعكس لازم الواحد ياخذ موقع الجد ويكون مسؤولية ويكون أدى. يعني أنا بحب هيك، يعني مدري لأني يمكن أنا بحب أضحك وأمزح، بس حلو ليش لا، خصوصي هلأ بهالأوضاع هي، عرفتي بروح شوي الواحد عن نفسه. حلو مثل ما بتعامل معه بتعامل معه. أكيد يعني لما بده يكون هيك أكيد رح عامله نفس القصة، الإنسان الجدي بتكوني معه جدي والهزلي هزلي و... يعني كل الناس يمكن مجمعة انه الى حد ما حلو الواحد شوي ما يحمل الامور زيادة عن اللزوم طبعا. ولكن مثل ما قلنا بحدود وضمن الحدود الطبيعية. أكيد. شو هي ابرز المشاكل اللي ممكن يعاني منها الشخص اللي بيتمتع بهي الشخصية وهو بيحمل صفات هي الشخصية كمشاكل عم نحكي او اشياء سلبية بتأثر على حياته؟ اكيد. هلا اول شغلة هو معرض يخسر كثير اشخاص بحياته، كان مقربين او كان اشخاص انا اول مرة بتعامل معهم، رح ياخذوا الانطباع الاول عني اللي هو كثير مهم، رح ياخذوه بطريقة كثير سلبية. كمان ما فينا ننكر انه ممكن يخسر فرص عمل، خلينا نقول فرص مهمة كتير بحياته المهنية، حيبين شخص غير مسؤول، دائما بيعطي احساس انه انت كل شيء عندك مزح فانا ما بقدر اعتمد عليك، مع انه ممكن يكون عنده امكانيات، ممكن يكون عنده قدرات كتير هامة. هلا في شغلة كتير مهمة انه نحن دائما ليش بنقول على التوازن، لانه بس يتجاوز هذا الحد بتبلش تصار عندي مشاكل تانية. نحن كنفسيا ما بنقدر غير نركز على شيء اسمه انا لازم هذا الشخص انظر له بطريقة اني قيم تقييم نفسي اجتماعي، بدي اعرف خبراته السابقة بالحياة شو، بدي اعرف شو الاشياء المتعرض له، شو الاشياء اللي مر عليه لحتى هو صار هيك، هل هو سلوك بسيط عم يعمله كردة فعل عادية ولا لا، هو في شيء وراء، يعني في شيء متعرض له قبل، في شيء عم بيحاول وصله لهي المرحلة تماما، في شيء عم حاول اخفي انا وبين اني انا حدا كتير مبسوط واخذ الامور بطريقة فكاهية. فهو هون بيعطيني مؤشرات نفسية لكتير من اضطرابات، خليني اقول كتير بدلني على اماكن لا انا هذا الشخص هو يمكن بحاجة مساعدة مني. صح. لهيك يقال عن الاشخاص هدول اللي ممكن بياخذوا الامور بمزح وفي عندهم نوع من الطرفة اللي هي ممكن موجودة بشخصيتهم انه في وراها مشاكل او حزن او شيء نفسي او حتى مشاكل اجتماعية ضمن بيئته الخاصة انه هي بتسبب له هذا النوع من الفكاهة ولا لا، ما فينا نقول هذا الشيء صحيح ونعممه. ما فيني عمم، اكيد انا اي شيء ما فيني عمم، بدي اكد على فكرة انه فردية الشخصية، كل حدا فينا هو عنده شخصية بتميزه، ردود فعلنا على المواقف تختلف، ممكن يكون هو عنده سمة من سمات الشخصية الانبساطية اللي هو حدا كتير مزاجه عالي، كتير بيمزح، كتير دائما مستثار وعنده طاقة إيجابية، لكن إذا زاد عن حده أنا نفسيا بيعطيني مؤشر هل هو عنده اضطرابات تانية، هل في هوس بالموضوع أو في ممكن مشاكل ضمن العائلة يلي هي بس يطلع من هذا المكان بيحاول يظهر يعطي شخصية تانية أنه أنا ما عندي أي مشاكل، أنا عايش حياتي بكل راحة. عنده ضغوط كتير، عنده مشاكل وهموم كتير، متعود دائما هو بدور المسؤول أني أنا ما بقدر يكون غير حدا مبسوط، غير حدا متفائل، غير حدا لازم أعمل كل شيء مطلوب مني بهي الصورة، فهو بيحاول دائما خلص رح كل الطرق أني ضل بهي الطريقة. في مشكلة كمان كتير مهم نضوي عليها، ممكن يكون عندنا مشكلة بتقدير الذات لهذا الشخص، يعني أنا
ممكن يكون حدا كتير دارس وكتير متعلم وكتير بعتبر حالي عندي مواهب كتير عالية بس ما حدا عم بيقدرها. فممكن نلاقي أشخاص أحياناً بتظهر عنا على السوشيال ميديا، يعني بتفوتي على بوست معين بتلاقي حدا مقدم محتوى في طريقة هجومية ممكن تكون كتير مؤذية، إنه أنت ليه عم تهاجم بهي الطريقة اللي عم تأذي. هو عملياً بيكون عم بيناقش أو عم يحاول إني فهمك معلومة علمية، لكن هو بيكون قصده أكتر ما أني أعمل نصيحة، أنا عم أعمل فضيحة بصراحة، إنه انتبه أنا حدا عنده معلومات مثلك، أنا حدا أقوى منك، أنا حدا بقدر يكون هيك، بس يمكن ما عندي الفرصة. معناته هون عم يظهر نفسه وذاته والنقص يلي بيعاني. أنا مشكلة بتقديره لذاته، ما عم بحس إنه هو أخذ المكان اللي لازم ياخده صح، فبتظهر عنده هاي السلوكيات. كمان هون هذا مؤشر إنه هو حدا بحاجة لمساعدة. صحيح، وهذا يمكن اللي انحكى عالميا عن موضوع التنمر، إنه في كثير أشخاص هي بتتنمر على أشخاص لأنه هن فعلا بيكون في عندهم نقص بهذا الموضوع، أو بحسوا إنه هن ما عم يقدروا يعملوا نفس الشيء نوعا ما، خلينا نسميه نوع من الغيرة أو نوع كمان إنه هن في عقد نقص بتكون موجودة عندهم. خلينا مشان قبل ما يداركنا الوقت بختام الفقرة نحكي كيف نقدر نتعامل مع هدول الأشخاص. يعني هدول الأشخاص هن ممكن يكونوا فعلا نحسهم ما نو جديين، ما بيتحملوا مسؤولية، ممكن يكونوا موجودين بحياتنا كثير قراب، يعني بالشغل ضمن العائلة صحيح. أو ضمن البيت، كيف لازم نتعامل مع هدول الأشخاص؟ هلأ هم موجودين بحياتنا معرضين مثل ما قلتي يطلعوا بوشنا أنت ما كان. أنا بقدر ببساطة أني أتجاهل السلوك اللي هم عم يعملوه، نحن بنسميه نوع من إقصاء السلوك أو إطفائه. يعني ما نضحك له كثير هيك مثل بالعامي انه نضحك له ونورجي، ما نعززه ابدا هذا الشيء، لانه هدول الاشخاص مجرد ما انت كثير ابتسمتي وكافئتي الشيء اللي عم يعملوه فهو رح يعتبر انه هذا شيء ايجابي، اوكي حضل عيده حضل اعمله. فانا ما بعزز هذا السلوك ابدا، بحاول اني اطفيه. فيني انظر للموضوع ببعد ثاني اخر، اني انا فعلا اتوقع انه هدول الاشخاص في عندهم حاجات نفسيه من جوا ما انا ملبات ما انا محققه، فانا بتصير نظرتي لإلهم شيء ثاني، يعني بدل ما عاد اطلع لهم انه انتم هلا حدا مؤذي وعم تتمسخروا، ما اخذ الموضوع بشكل جدي، اخذه انه هم فعلا يمكن عم يعانوا، يمكن هم فعلا عم بيعانوا عندهم هاي الحاجات، لازم اني انا اتفهم هاي المشاعر اللي عندهم. اضافه الى اني بقدر كمان كون جديه معهم، حط حدوده الشخصيه لإلي وحط لهم حدودهم، فانت هون نوعا ما عم تسببي لهم مو احراج لكن عم بتوضحي لهم انه انا بقدر احط الحدود اللي لي ولا لك بطريقه ما تاذيني، فهنن كمان بيستجابوا لها. تمام، بقدر نمرق الامور بطريقه وهيك طبيعية. لازم نكون نتعامل معهم باعتدال بالوقت المناسب وطريقه فرض الموضوع يلي هو او طرحه لحتى نعرف كيف نتعامل معهم. ختام المضل غير نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتيها. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. شكرا كثير، شكرا كثير لك، شرفتينا. مشاهدينا احنا اكيد مكملين معكم، فاصل وراجعين. أبراجكم وحظوظكم وش مخبي لكم الفلك نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير. صباح الخير يا رنا، صباح الخير لكل المشاهدين، تمنياتي لكم دايما بالسعادة بالخير وبراحة البال، هي هاي الأهم بالصحة يا رب العالمين. اليوم 29، يعني 29 أيلول شهر، بكرة آخر يوم من الشهر الأيلول، الشهر القادم إن شاء الله يكون أفضل بكتير من الشهر اللي راح. كواكبنا ما زالت في أماكن عطارد، وهو كوكب السفر، الأوراق، كل شيء له علاقة بالجديد، ممكن يكون بالتواصل، بالكهرباء، بالأنترنت، هو كوكب عطارد. هلأ رح يباشر تراجع، أنا عم بحكي هذا الحكي لأنه رح يباشر تراجع بعد شي 10 أيام، فحاولوا تخلصوا كل أموركم الضرورية، لأنه بالغالب ممكن أنه ندخل فترة بسبب أيضا تراجع المريخ، وهو كوكب النزاعات، بنسميه كوكب الطاقة والنار، يعني هذا بيعمل شيء من الحرائق، كمان عم بيتراجع في برج الحمل. هلا تراجع عطارد اللي بعد 10 ايام تقريبا، اضافه الى تراجع الحمل، رح يعطينا شيء 10-15 يوم، فتره رح تكون شوي متعبه للجميع، وانا عم بقصد بالمجمل عالميا، وارد يكون في شيء من الاستفزازات او الحروب مثل ما عم بيصير بهي الفترات. زحل ابتداء من بكره رح يباشر تقدم في برج الجدي، المشتري باشر تقدم في برج الجدي، وهو كوكب الحظوظ السعيدة. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم ضايق خلقه، ما بعرف إذا بسبب تأجل أو تأجيل لبعض المواعيد أو بعض الأمور اللي ممكن حاسس ما إلى حلول. ما في شيء ما اسمه ما له حل، دائما في حلول، بس يعني هذا الحل يمكن بده شوية تنازلات، أنا ما قلت لا. الكلام حواليك مولود برج الحمل عم يقلقك، أو في حدا من رفقاتك عم بيحد من طموحاتك، أو عندك زملاء بالعمل أو حتى أمور عائلية فيها اليوم جزء من صدامات.
هل عم يشعر اليوم مولود برج الحمل انه العالم يتآمر ضده، مع انه هذا الحكي مو صحيح؟ مولود برج الثور يوم اجتماعي بامتياز، اكمل ما بدأته لتستعيد علاقاتك. يوم ما بظنك ابدا مو فاي بكير، عم تعمل علاقات اجتماعية، نازل على مؤسسة حكومية، عندك لقاء، عندك قصص العلاقة بعلاقات قديمة، عم تسترجع ناس صلك زمان ما شفتهم، عم تتصل بناس انت بتحبهم، غرباء ربما عم تتعرف عليهم، لهجة غير لهجتك العادية. على كل اليوم في لطف بالتعامل عند مولود برج الثور. أكثرنا تعباً هو مولود الجوزاء اليوم. للحقيقة أكثر حدا قابل للصدامات مع الآخرين. ما بعرف اليوم في نوع من أنواع الإحباط، هو شوي معصب. زملاء العمل عم بيساعدوا يمكن معك اليوم خلافات. في أخطاء من الآخرين، أنا ما قلت لا. هلا أحياناً بيكون في أخطاء، بس يعني إجاباتنا العصبية أو خلافاتنا أو نزاعاتنا معهم ما رح تحل المشكلة، مو بنفس اللحظة على الأقل. ومولود برج الجوزاء ينتمي إلى الأبراج الهوائية اللي بيعصبوا فجأة. اليوم حاول تبتعد عن حكاية هي عصبت فجأة، لما تجرح الآخرين بأشياء بتقدر تتغاضى عنها، أجلي إياها بس لبعد بكرة. الله يرضى عليك. مولود برج السرطان، لا الأمور بالنسبة له إيجابية، الأوساط حواليه اليوم مشجعة، أشخاص أنت رضيان عنهم اليوم حواليك عم بيساعدوك، عم يمنحوك محبة، قدرات، علاقات، حوار، تواصل مع الآخرين. يوم يعتبر إيجابي وجيد، عم تمتلك الرغبة لتنجز مهامك، وكأنه مولود برج السرطان بهاي الفترات داخل على قصة ممكن تكون مصدر للسعادة. مولود برج الأسد كمان الأمور بالنسبة لك إيجابية، في سعادة سبب الناس اللي حواليك اليوم، أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا. اليوم مولود برج الأسد في شيء أصدقاء، حبيب، شريك عاطفي عاملي لك نوع من أنواع السعادة، غالبا عم تشعر بالأمان. مولود برج الأسد أنت مشرق متفائل وحواليك أشخاص إيجابيين، مع أنه بوجود عطارد في برج العقرب أنا أتمنى أنك تنتبه شوي عمليا خلال العشرين يوم اللي جايين، مشكلة تراجع كمان حيكون في العقرب. مولود برج العذراء لست في حالاتك الأفضل، خاصة مع الناس القراب منك. هلأ دائما القراب مننا هن زملاء العمل، هن أصدقائنا المقربين، زوجة، زوج، أولاد، هاي القصص اليوم كتير بدك تنتبه لها. مولود برج العذراء حاول أنك تبذل جهود أنه تكون ألطف، أكثر سلاسة، أكثر دبلوماسية، حاول أنك ما تخسر أصدقاء أو حلفاء وما تعقد المشاكل اليوم. وأنا بمثل هذا اليوم ألجأ للصمت، ثم الصمت ثم الصمت، يعني أفضل 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 من الشجار حيث لا داعي. على كلين مولود برج الميزان عنده 100,000 قصة شاغلته اليوم. يوم ما فيه نوم الظهر، ما فيه مساعدات، كأنك عم بتدايم عن غيرك، كأنه عم تشتغل أكثر مما يجب، عندك 100,000 قصة حاطة ببالك حابب تنهيها، والحظوظ مساعدة اليوم إذا نظمت وقتك يعني، وإذا طلبت مساعدات كمان، إذا بتطلب مساعدات بتكون كتير أفضل. يعني هاي الأيام أيام فيها جزء من الاهتزاز، بس الاهتزاز المقبول يعني اللي وارد إنك تقدر ترتب أمورك فيه، كونه لسه بكير. شوف شو هو الضروري اللي لازم تعمله وحاول تعمله بلطف بهدوء، خلص أمورك وانتبه شوي صحياً، وأنا بعتبره هذا هو الأهم. وجود المريخ في برج الحمل عم بيخلي مولود برج الميزان، مولود برج السرطان والحمل والجدي مو كتير مرتاحين صحياً، فلما بيجي مثل اليوم موقع قمر كمان ما كتير مناسب، بصير بحذر مرتين على المستوى الصحي. عزيزنا مولود برج برج العقرب اليوم الأمور أفضل بكتير كمسؤوليات جديدة. أنا برأيي صار له 3-4 أيام العقرب ما كتير مرتاح، والحياة الشهر القادم كله بوجود الزهرة في برج الأسد كان عنده يمكن قصة مهنية. مولود برج العقرب ليست الأفضل، هلأ داخل على الشهر اللي يعتبر جيد جداً، مع ذلك اليوم خفف صداماتك مع الناس اللي بتحبهم، لاقي حلول، لأنه مولود برج العقرب هاي الفترات عنده حظوظ مساعدة وفعلياً في حلول. القوس اللي هو اليوم ضايق خلقه أو محتاج حدا يدلله يغنجه اليوم، مثل اللي قلقان، مثل اللي محتاج يحسب كلمته، مثل اللي اليوم معصب كلمته حادة شوي، ساخرة يمكن شوي، قابل للشجارات مع الآخرين، هاي القصة تبعت كلمة مني كلمة منك، ما عم يتوقع اليوم ردة فعل الآخرين اللي ممكن تكون عنيفة أو ردة فعله اللي ممكن تكون عصبية. اليوم بالذات حاول تمنح الاهتمام والمحبة لمن حولك
كونك اصلا لست في حالتك الافضل. مولود برج الجدي اليوم الامور بالنسبه له ايجابيه جيده، وخاصه بكل ما يخص الاولاد، العائله، الاشقاء، الشقيقات، الاسره، هاي القصه ممكن تكون ايجابيه جدا. بلشت تترتب، بلشت هلا ما انا كبسه زر، كونه الشهر الماضي انا برايي كله ما كان كثير مريح بوجود عطارد في برج الميزان، هلا بقى بلشت الامور تاخذ طابع افضل. انت عبقري بهاي الفترات مولود برج الجدي في البحث عن حلول، يعني في حلول اذا اردت واذا كان بذل جهود. مولود برج الدلو اليوم الامور الماليه هي اللي شاغله بالك، والحقيقه انا متاكده انك طالع من شهر فيه مضايقات ماليه، سبب تفريط مفاجئ، صرف مفاجئ، دفعت اجار بيت، سافرت، ترفهت، يعني الشهر ما كان كثير مريح. هلا داخل على شهر يعتبر الافضل ماليا، بس هاي الفترات انت شوي متضايق، مصروفك اضافي، عم بيكون عندك بعض المضايقات الماليه، بدها الحكايه شوي توازن. انت طبعا مواليد برج الدلو كلهم ابدا ما عندهم اي نوع من انواع التوازن الاقتصادي او التوازن المالي، هاي القصه ما بيعرفوها نهائيا. عزيزنا مولود برج الحوت فايم بكير والاجواء حواليك ايجابيه، وايجابيه جدا كمان اذا بدك، خاصه انك مشغول باتصالات لتحسن اوضاعك، عم تتضامن مع الناس اللي حواليك، كرهان تضلك وحدك اليوم، حابب تعمل لقاءات، علاقات، نازل على السوق، داخل على مؤسسه حكوميه، حواليك اصدقاء، يعني علاقاتك ايجابيه وجيده، والامور اليوم افضل كثير من الكم يوم اللي راحوا، والاسبوع القادم على فكره كله يعتبر الاسبوع الافضل لمواليد برج الحوت. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 29، واتمنى له السعاده. مولود 29 كائن صريح جدا، مشتعل حماس وحيويه، دائما عنده حركه، محبه للحياه، للسفر، يعني لو تضايق عصب رح يقول لك كلمه مانا كثير مريحه، بس رح ينساها بعد شوي ورح يتمنى انه انت كمان تنساها. عموما بيقدر يبلش باي لحظه من جديد، من الاشخاص اللي محبين للتعلم، يتعلم حتى من الثرثرة والنقاش، طبعا هو المناقش من الطراز الرفيع، مرح، يتواصل ويتعرف على الآخرين بسهولة، بحب الحضارة عموما والجديد، يعني حدا بحب دائما الأمور الجديدة. السنة له سنة مهمة، مع أنه أنا ما بعتبرها كتير للتغيير، بس غالبا فيها أوقات ممتازة، تسلية، مرح، غالبا فيها خطوبة مثلا، أو ممكن يكون في فرح على صعيد أحد أفراد العائلة، أو شغلة جديدة لألك، يعني بالمجمل المتبقي من السنة إيجابية. هلا أنا بشوفه الأكثر إيجابية وبالعمل أكثر من تكون عاطفي أو مال. سعد صباحكم، رسائلكم على 18:45 من أي موبايل داخل سوريا. جودي السنة ليست للتغيير يا جودي، رح نأجلها للسنة الجاي، مع أنه وارد يكون في بداية جديدة، يعني بداية عاطفية، إذا بداية ارتباط، إذا عم تسألي عن هذا القبيل، فبظن ممكن يكون في بداية جديدة خلال الفترات القادمة. رنيم مواليدها 88، يعني أمورك جيدة رنيم على كل الأحوال، كسنة سنة مهمة ما أنا سيئة حبيبتي، بس ما بظن للتغيير، ويعني إذا ما صار تغيير بحياتك فأعتقد لبدايات العام القادم، أول شهرين من العام القادم هي هاي للبدايات بامتياز مع الشهر 12 على كلنا، يعني 12 والأول والثاني، فالله يقدم لك في الخير يا رنيم، يقدم في الخير للجميع، وتضلوا دائما مبسوطين. يسعد صباحك يا نجلة، شكرا كثير لك. شكرا كثير مدام، رح ننتقل احنا وياكم لعند الشيف لنشوف طبق اليوم بشكله النهائي، تفضل شيف. شكرا صبايا، نحن مثل ما بنستعمل اليوم فطاير محشوتين بالمقلايه بدون الفرن، وهي الاكله جاهزه هيك صارت، والف صحه وانا على قلبك يا رب، ويسلم ايديك. عم نشوف شكرا على الشاشه الطبق، عم يبين يعني اكيد هلا معنا الطبق. اوكي، مثل ما قلنا فطاير باشكال مختلفة ومثل ما عملتها شيف كمان بالمقلاية، شكرا كثير لك شيف، ونحن نشكركم لكم مشاهدينا على متابعة حلقة اليوم، ومنلقاكم اكيد بكره بحلقة جديدة، تبقوا بألف خير، باي باي.